في عنا مشكلة كبيرة في عالمنا اليوم. هناك قضية خلافية حكم الاحتفال بعيد المولد. هناك من يقول بدعة ويشدد عليها تشديدا غير معقول. أنا أقول وبالله المستعان، إقامة الزينات، توزيع الحلويات لا شيء فيه، موضوع خلافي يسمى في عالم السياسة مثيرا للجدل. أن نجتمع في أي يوم من أيام العامة، كلامي دقيقة، كلمة كلمة، أن نجتمع في أي يوم من أيام العامة في بيت أو مسجد أو صالة أو ملعب ونتحدث عن رسالة النبي، عن أخلاقه، عن شمائله، عن كمالاته. هذا لون من ألوان الدعوة إلى الله، ولا شيء فيه إطلاقاً. واضح؟ بجامع، بملعب، ببيت، بمكان، بسهرة، الحديث عن شمائله، عن أخلاقه، عن أدبه، عن كماله، لا شيء فيه إطلاقاً. أما أن نسمي هذا النشاط عيداً فهو بدعة. إن سميته دعوة ما في شيء عليك إطلاقاً، بأي مكان، بجامع، ببيت، بمدرج، بجامعة، بسهرة، ما في شيء عليك إطلاقاً. وشرح أخلاقه وشمائله وكمالاته جزء من الدين، جزء. لأن الدين كلمتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحديث عنه شطر الدين. أما إذا سميت هذا النشاط عيداً، هذا لون من ألوان الدعوة إلى الله لا شيء فيه إطلاقاً. إن سميته عيداً فهو بدعة، لأن وحي السماء لا يضاف عليه ولا يحذف منه. واضحة تمام؟ وحي السماء لا يضاف عليه ولا يحذف منه، بس موضوع تسمية فقط. إن سميته عبادة فهو بدعة، إن سميته دعوة إلى الله لا شيء فيه. لأن أصول الدين الأصل فيها الحظر، الأصول والأشياء الأصل فيها الإباحة. يعني التنقل، بعد من الدين لا، التنقل كان من دابة إلى فرس إلى قطار إلى سيارة قديمة، أنا أذكرها، هي سيارة تعمل من الأمام، من قدام، والبوق طويطة هيك. أنا عندي سبورت أبو دعسي قديمة كثير، أنا بعرفها عندنا بالشام، قديمة كثير. هيك كانت السيارة، إلى سيارة قديمة، إلى حوامة الآن طائرة، إلى طائرة ركاب شفتها بسني، راكب واحد، طائرة ركاب واحد، القائد وراكب، أنا بالمتحف بسني شفتها. ورحت لسيدني بطائرة من طابقين 800 راكب، الكل ركاب درجة أولى، المقعد سرير كامل، يعطوك بيجامة وشحاطة، بتنام شي 10 ساعات. هيك الأشياء تتطور، أما الوحي ثابت. الآن
إذا أضفنا على هذا الدين ما ليس منه اتهمناه ضمناً بالنقص، وإذا حذفنا منه ما هو منه بالضرورة اتهمناه بزيادة. هذا الدين الله شيء مطلق لا يضاف عليه ولا يحذف منه. لكن وين التجديد؟ قالوا بالخطاب الديني، خطاب ديني عصري في معطيات حديثة، في معالجة لمشكلات نعاني منها، هذا الخطاب الديني. الخطاب الديني يجدد، لذلك عندنا بناء بالشام مشهور تسمعوا فيه، المحطة الحجازية تسمعوا فيها، هي عمرها سلطان عبد الحميد. أنا أراها سوداء اللون، تقادم العصور والغبار ودخان السيارات لونها سوداء. اجت المحافظة ضربتها بالرمل رجعت بيضاء، هذا التجديد. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس من أمد التجديد فقط. شوفي خزعبلات، ترهات، أباطيل لم تكن من قبل أضيفت إلى الدين. البطولة الآن أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. نعم أخواننا الكرام، هذا الموضوع الاحتفال بعيد المولد، أن تجمع الناس في بيتك، في المسجد، في مكان عام، بصالة، أن تحدثهم عن هذا الدين، عن هذا النبي الكريم، عن هذا المنهج القويم، لا شيء فيه إطلاقاً. لكن إذا سميته عبادة فهو بدعة، لأن الأصل في العبادات الحظر، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة. عيد المولد أنا أردت أن أجعل المحاضرة المتعلقة بعيد المولد خطاب لرسول الله، فقلت في هذه المحاضرة: يا سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، كتعليق على رأس الهرم البشري في زمرتان: الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأقوياء في حضرتهم. والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. وين بطولتك؟ أن تكون من أتباع الأنبياء لا من أتباع الأقوياء. فيا سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من هيأك تفوقك مرة ثانية لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع، يا من أعطيت القدوة وضربت المثل وعبدت الطريق، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. هو المخلوق الأول عند الله. يا سيدي يا رسول الله، يا من كان لسان حالك يقول: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي،
والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي. وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سيدي يا رسول الله، أشهد أن الذين بهرتهم عظمتك لمعذورون، وأن الذين افتدوك بأرواحهم لهم الرابحون. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع وأي حب وأي وفاء. يوم كنت طفلاً عزفت عن لهو الأطفال وعن ملاعبهم وأسمارهم، وكنت تقول لأترابك إذا دعوك إلى اللهو أنا لم أخلق لهذا. ويوم جاءتك رسالة الهدى وحملت أمانة التبليغ، قلت لزوجتك خديجة وقد دعتك إلى أخذ قسط من الراحة، قلت لها انقضى عهد النوم يا خديجة. ويوم فتحت مكة التي آذتك وأخرجتك وكادت لك وأتمرت على قتلك، وقد ملأت راياتك رايات النصر الأفق ظافرة عزيزة، وقد قلت لخصومك بعد انتصارك عليهم وكان بإمكانك أن تلغي وجودهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم دانت لك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. انتصر على الجزيرة كلها. صعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا، وقلت له من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتل منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليشتمه. ولا يخشى الشحناء المجادلة، فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. مين بيقولها؟ واحد بعد انتصاره الرائع، الجزيرة كلها ملكه وبإمكانه أن يلغي وجود هؤلاء المعارضين. ويوم دخلت على ثوبان غلام فقير رأيته يبكي، فسألته ما يبكيك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله إنك إن غبت عني أشتاق إليك فتبكي عيناي، فإن تذكرت الآخرة وأنني لن أكون معك في الجنة حيث أنت في أعلى عليين يزداد بكائي. عندئذ لغلام صغير هبط جبريل الأمين، سيدنا جبريل، على قلب سيد المرسلين بقرآن كريم يقول عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحي ينزل لطفل. ويوم أقبل عليك رجل فظ غليظ القلب لم يكن قد رآك من قبل، غير أنه سمع أن محمداً يسب آلهة قريش فحمل سيفه وأقسم ليسوين حسابه مع محمد، ودخل عليك وبدأ حديثه عاصفاً مزمجراً وأنت تبتسم وتنطلق مع بسماتك
أطياف نور ساطع، وما هي إلا لحظات حتى انقلب الغيظ الغاضب حبا، يكاد من فرط الوجد والحياء أن يذوب، وانكفأ على يديك ودمعه ينهمر من عينيه، ولما أفاق قال لك: يا محمد، والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغض إلي، وإني لذاهب عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك. لقد أشرقت على هذا الرجل أنوار الحق والنبوة، لأن محبة الخلق الكامنة في قلب سيدنا محمد الشريف فعلت في قلب هذا الرجل فعل السحر. إنها النبوة الحق، إنها الرسالة العظمى. ويوم غضبت صلى الله عليك من غلام لك كلفته بعمل فتأخر في تلبيته، فقلت له: والله لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. معه كان سواك أضام فلان. لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ويوم كنت مع أصحابك في سفر وأرادوا معالجة شاة ليأكلوها، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: وعلي سلخها، وقال الثالث: وعلي طبخها. فقلت: يا رسول الله، وعلي جمع الحطب. فقال لك أصحابه: نكفيك ذلك يا رسول الله. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. يا سيدي يا رسول الله، نحن بأمس الحاجة إلى هديك الرباني. يا سيدي يا رسول الله، نحن بأمس الحاجة إلى هديك الرباني الذي لا تزيده الأيام إلا رسوخاً وشموخاً، ونحن بأمس الحاجة إلى سنتك المطهرة التي هي المنهج القويم والصراط المستقيم التي لا تزيدها الأيام إلا ثباتاً وانتشاراً، ونحن في أمس الحاجة إلى أخلاقك العظمى التي لا يزيدها التأمل والتحليل إلا تألقاً ونضارة وظهورا. ونحن في أمس الحاجة إلى كل ذلك، لقد كنت بحق بين الرجال بطلاً وبين الأبطال مثلاً. قلت لابنتك فاطمة الزهراء بنتك فريدة كبدك: يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فأنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. ما هذه الموضوعية؟ ما من كلمة تقال في شمائلك أبلغ من كلمة سيدنا جعفر ابن أبي طالب ابن عمك. قال له للنجاشي: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف كما تسمعون. والله القوي بيقدر أن يوقف قتل مليون، مقتول بلدنا مليون، والله بهاتف، هاتف فقط، ما بدأ طيران،
هذه وقف وقف بتليفون بيحقن دماء مليون ولا يفعل. أنا سمعت خطاب لرئيس أمريكي قبل انتهاء ولايته بأربعة أيام بإذني سمعته، قال لقد تم قتل 800,000 في رواندا، والسبب الرقم دقيق جدا، أكبر مجزرة. لقد تم قتل 800,000 في رواندا، وكان بإمكاني أن أحقن دماء 400,000 لكني لم أفعل. النص عندي والصوت عندي، لقد تم قتل 800,000 في رواندا، وكان بإمكاني أن أحقن دماء 400,000 لكني لم أفعل. وهذه الحروب التي تسمعونها تنتهي باتصال هاتفي، صار مقتول مليون عنه بهاتف. لذلك جهنم حق. فقال سيدنا جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وخاطبه ربه فقال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. يا سيدي يا رسول الله، لقد دعوت إلى الله وتلوت على قومك آيات الله وعلمتهم الكتاب والحكمة وزكيت الذين آمنوا بك وساروا على نهجك حتى صاروا أبطالاً. دققوا، كلها صفات قرآنية. رهباناً في الليل فرساناً في النهار، يقومون الليل إلا قليلاً، ينفقون أموالهم سراً وعلانية، يدرؤون بالحسنة السيئة، في صلاتهم خاشعون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون، يمشون في الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، هم تائبون عابدون، حامدون سائحون، راكعون ساجدون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، حافظون لحدود الله، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون في الله لومة لائم. إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. كانوا قوامين لله
شهداء بالقسط، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أحبوا الله وأحبهم ورضوا عنه ورضي عنهم. لقد عرفت يا رسول الله قيمة الوقت في حياة الإنسان، فجعلته ظرفاً لبطولات تعجز عن صنعها الأمم والشعوب، حتى أقسم الله بعمرك السمين، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، إعلان القسم، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا سيدي يا رسول الله، ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يصطلحوا مع ربهم ويخلصوا له دينهم ويهتدوا بهديه القويم وصراطه المستقيم ويتبعوا سنته المطهرة، ثم يدعون بدعائه فلعل الله يخرجهم من الظلمات التي هم فيها إلى النور، يكشف عنهم الغمة وينصرهم على أعدائهم وما أكثرهم. يا سيدي يا رسول الله، يا ذا القلب الزكي، يا من لا تفلت منك شاردة ولا واردة من آمال الناس وآلامهم إلا لبيتها ورعيتها وأعطيتها من ذات نفسك كل اهتمام وتأييد، يا أيها العابد الأواب، يا من تقف في صلاتك تتلو سوراً طويلة من القرآن في انتشاء وغبطة لا تقايض عليها ملء الأرض ذهباً، ثم لا تلبث أن تسمع بكاء طفل صغير رضيع كانت أمه تصلي خلفك في المسجد ينادي أمه ببكائه، فتضحي بغبطتك الكبرى وحبورك الجياش وتنهي صلاتك على عجل رحمة بالرضيع. يا من سويت نفسك مع أصحابك في بعض الغزوات، عطى أمر هذا مين؟ الرسول العظيم، النبي الكريم، زعيم الأمة، قائد الجيش، أعطى أمر. الرواحل 300، الصحابة 1000، قال كل 3 على الراحلة، قال وأنا وعلي وأبو لبابة على الراحلة. زعيم عظيم، قائد جيش، يسوي نفسه مع أقل صحابي. ركب النبي وانتهت نوبته، فلما جاء دوره في المشي دققوا، توسلا صاحبه أن يبقى راكباً، فقال له: ما أنتما بأقوى مني على السير، أنا رياضي يعني، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. يا سيدي يا رسول الله، يا من كنت ترتجف حينما ترى دابة تحمل على ظهرها فوق ما تطيق، رأيت ناقة سألت عن صاحبها قال لك أحدهم أنا، قال له: ألا تتقي الله في هذه الناقة التي شكت إلي أنك تجيعها وتذئبها؟ يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا من زكى الله عقلك فقال: ما ضل صاحبكم ولا وما غوى. يا من زكى الله عقلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانك فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعك فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى جليسك فقال: علمه شديد القوى. وزكى فؤادك فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصرك فقال: ما زاغ البصر وما طغى.
وزكى أخلاقك فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأقسم مرة ثانية بعمرك الثمين فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيد البشر وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته الذين رباهم تربية دقيقة حملت أحدهم على أن يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، وحملت آخر على أن يقول لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. إذا واحد ركب سيارته ماشي على 200 قال له سريع، قال له آخر شيء والله أقصى سرعة ماشي فيها، لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. ونحن نقول كما قال أبو سفيان بعد أن أسلم يا سيدي يا رسول الله ما أعقلك وما أرحمك وما أوصلك وما أحكمك. جزاك الله يا سيدي يا رسول الله خير ما جزى نبياً عن أمته، لقد كنت رحمة مهداة ونعمة مزجاة. يا سيدي يا رسول الله لقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العبادة إلى سبيل الرشاد.